ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتهافتتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومطفئي السنن وقتلة أولاد الأنبياء ومبيدي عترة الأوصياء وملحقي العهارب النسب ومؤذي المؤمنين وصراخ أئمة المستهزئين لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وأنتم ابن حرب وأشياعه تعضضون وعنا تخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس نبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وقد أعذرت وأنذرت ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر ثم وصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي فقال فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ثم قال عليه السلام أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء
وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ولما رأى الحر بن يزيد الرياحي أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام، قال لعمر بن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا أيسر أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. فتركه الحر وأخذ يدنو من الحسين عليه السلام قليلا قليلا، فقال له المهاجر بن أوس: أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته الرعدة، فقال له المهاجر: إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل هذا، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ فقال الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقته. ثم ضرب فرسه قاصدا الحسين عليه السلام منكسا رمحاه قالبا ترساه مطأطئا رأسه حياء من آل الرسول، وهو يقول: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. ثم قال: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا المكان، وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي، مواسيا لك بنفسي حتى أقتل بين يديك، فهل ترى لي من توبة؟ فقال عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك ويغفر لك. وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين عليه السلام، فوضع سهما في كبد قوسه ورمى وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. ثم رمى الناس، وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر، فلم يبق من أصحاب الحسين عليه السلام أحد إلا أصابه من سهامهم. فقال الحسين عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فصار يبرز الرجل والرجلان ويستأذنون الحسين عليه السلام ويقاتلون ثم يقتلون. فخرج من عسكر ابن سعد يسار مولى زياد وسالم مولى ابن زياد، فطلب المبارزة، فوثب حبيب وبرير، فلم يأذن لهما الحسين عليه السلام،
فقام عبد الله بن عمير الكلبي واستأذن الحسين عليه السلام في البراز، فنظر إليه الحسين عليه السلام وقال: إني أحسبه للأقران قد تاله. فبرز إليهما وقاتلهما حتى قتلهما معه، وقد قطعت أصابع كفه اليسرى، فأخذت أم وهب امرأته عمودا، ثم أقبلت نحو زوجها وهي تقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين عليه السلام فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن. ولما حمل الشمر اللعين في جماعة من أصحابه على أصحاب الحسين عليه السلام فثبتوا لهم وكشفوهم، قاتل عبد الله بن عمير قتالا شديدا حتى قتل رضوان الله عليه. وخرجت امرأته تمشي إلى مصرعه، وجلست عند رأسه تمسح الدم والتراب عنه وتقول: هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال الشمر لغلامه رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها بالعمود فشدخ، فقضت شهيدة رضوان الله عليها. ولما حمل عمرو بن الحجاج في من معه من أصحابه على أصحاب الحسين عليه السلام ثبتوا له، وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فلم تقدم الخيل. فلما ذهبت الخيل لترجع، رشقهم أصحاب الحسين عليه السلام بالنبل، فصرعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين. ثم حمل عمرو بن الحجاج مرة أخرى من نحو الفرات على أصحاب الحسين صلوات الله عليه، بعد أن حرض الناس على قتالهم. وفي هذه الحملة قاتل مسلم بن عوسجة، فبالغ في قتال الأعداء وصبر على أهوال البلاء حتى سقط إلى الأرض وبه رمق. فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين عليه السلام: رحمك الله يا مسلم. وتلا قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم بصوت ضعيف: بشرك الله بخير. فقال له حبيب: لولا أني أعلم أني في الأثر لاحق بك لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك. قال مسلم: أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام: أن تموت دونه. قال حبيب: أفعل ورب الكعبة، ولأنعمنك عينا.
فما أسرع ما فاضت نفسه بينهما وقضى نحبه. ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين عليه السلام إلى كثرة من قتل منهم أخذوا يستأذنون الحسين عليه السلام في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمل آخر من كيد عدوه، وجعل الشمر على وحمل الشمر على فسطاط الحسين عليه السلام. وحمل الشمر على فسطاط الحسين عليه السلام وطعنه بالرمح وقال: علي بالنار لأحرقه على أهله. فتصايحت النساء وخرجن من الفسطاط، فناداه الحسين عليه السلام: يا ابن ذي الجوشان، أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي؟ أحرقك الله بالنار. ثم جاء إليه شبث بن ربعي وقال له: أمرعبا للنساء صرت؟ ما رأيت مقالا أسوأ من مقالتك، ولا موقفا أقبح من موقفك. فاستحى الشمر وهم بالانصراف، فحمل عليه وعلى جماعته زهير بن القين في عشرة من أصحابه، فكشفوهم عن الخيام. ولما كثر القتل في أهل الكوفة صاح عمرو بن الحجاج بأصحابه: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال ابن سعد: صدقت الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يبارزهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم مبارزة. واشتد القتال بين الفريقين حتى الزوال، فالتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس قد زالت، فقال للحسين عليه السلام: نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأخضب بدمي، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت معك هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها، سلوا القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال الحسين بن نمير: إنها لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك؟ فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف، فشبت به الفرس ووقع عنها، وحمله أصحابه واستنقذوه. ثم خرج حبيب بن مظاهر وقاتل قتالا شديدا، فقتل منهم عددا كبيرا. وبينما هو يقاتل حمل عليه بديل بن صريم فضربه حبيب بالسيف على رأسه فقتله، وحمل
على حبيب رجل آخر من تميم فطعنه بالرمح فسقط حبيب إلى الأرض فذهب ليقوم وإذا الحصين يضرب بالسيف على رأسه فسقط لوجهه يخور مضرجا بدمه ونزل التميمي فاحتز رأسه فآلم مقتله الحسين عليه السلام واسترجع كثيرا وقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ولما قتل حبيب أخذ الحر يقاتل فحمل على القوم مع زهير بن القين فكان إذا شد أحدهما فاستلحم شد الآخر واستنقذه ففعل ذلك ساعة فبين الناس يتجاولون ويقتتلون والحر يحمل على القوم مقدما يضربهم بسيفه إذ تكاثر عليه الرجالة حتى أردوه صريعا فحمله الأصحاب ووضعوه بين يدي الإمام الحسين عليه السلام وبه رمق فجعل يمسح وجهه ويقول أنت الحر كما سمتك أمك وأنت الحر في الدنيا وأنت الحر في الآخرة. ثم قام الحسين عليه السلام إلى الصلاة وقال لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله تقدم أمامي حتى أصلي الظهر فتقدم أمامه فصلى الحسين عليه السلام بأصحابه فكلما جاءت السهام نحو الحسين عليه السلام يمينا وشمالا قام سعيد بين يديه فما زال يتلقى النبل بنحره وصدره حتى أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة نبيك وذرية نبيك محمد صلى الله عليه وآله. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام وكان قد فرغ من صلاته وقال أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال الحسين عليه السلام نعم أنت أمامي في الجنة. ثم قضى نحبه رضوان الله عليه. ثم قال الحسين عليه السلام لبقية أصحابه يا كرام هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول صلى الله عليه وآله وخرجت حرائر الرسالة وبنات الزهراء عليها السلام من الخيمة وصحنا يا معشر المسلمين ويا عصبة المؤمنين
ادفعوا عن حرم الرسول وعن إمامكم المنافقين لتكونوا معنا في جوار جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فعند ذلك بكى أصحاب الحسين عليه السلام وقالوا: نفوسنا دون أنفسكم ودماؤنا دون دمائكم وأرواحنا لكم الفداء، فوالله لا يصل إليكم أحد بمكروه وفينا عرق يضرب. ثم خرج زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين عليه السلام وقال مستأذنا: أقدم فديت هاديا مهديا، فاليوم ألقى جدك النبي والمرتضى وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الفتى الكمية، وأسد الله الشهيد الحيا. فقال الحسين عليه السلام: وأنا ألقاهم على إثرك. فقاتل زهير حتى قتل مقتلة عظيمة، ثم عطف عليه رجلان فقتلاه رضوان الله عليهم. فوقف عنده الحسين عليه السلام وقال: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. ووقف عابس بن أبي شبيب الشاكري أمام الحسين عليه السلام وقال: يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله. فلنسلم على الحسين مع عابس. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. أشهد الله أني على هداك وهدى أبيك. ثم مشى بالسيف نحوهم فأخذ ينادي: ألا رجل لرجل؟ فأحجموا عنه ونادى أحدهم: أيها الناس، هذا أسد الأسود، هذا أشجع الناس، هذا ابن أبي شبيب، لا يخرجن إليه أحد منكم. فصاح عمر بن سعد: أرضخوه بالحجارة. فرموه بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وشد على الناس فهزمهم بين يديه، ثم إنهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل واحتز رأسه رضوان الله عليه. وتخاصموا فيه، كل يقول: أنا قتلته. فقال ابن سعد: لا تختصموا، هذا لم يقتله رجل واحد.
وجعل نافع بن هلال الجملي يرميهم بالسهام، ولما نفدت سهامه جرد سيفه فحمل على القوم فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيرا، فأمسكه شمر وأصحابه يسوقونه إلى ابن سعد والدم يسيل على لحيته، فقال له عمر بن سعد: ويحك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ قال: إن ربي يعلم ما أردت، والله لقد قتلت منكم 12 سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. فقال له الشمر: اقتله أصلحك الله. قال: أنت جئت به، فإن شئت فاقتله. فانتضى شمر سيفه، فقال له نافع: أما والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه. فقتله رضوان الله عليه. وبرز بعد ذلك أنس بن الحرث الكاهلي، وكان شيخا كبيرا صحابيا، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا، فاستأذن الحسين عليه السلام وبرز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة عن عينيه، فلما نظر إليه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله سعيك يا شيخ. فقتل جمعا منهم وقتل رضوان الله عليه. وجاء عمرو بن جنادة الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الحسين عليه السلام، فأبى أن يأذن له، وقال: هذا غلام قتل أبوه في المعركة، ولعل أمه تكره خروجه. فقال الغلام: إن أمي هي التي أمرتني بذلك. فأذن له الحسين عليه السلام فبرز وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ وقاتل فما أسرع أن قتل واحتز رأسه ورمي به إلى جهة معسكر الحسين عليه السلام، فأخذت أمه الرأس ومسحت الدم عنه وهي تقول: أحسنت يا بني، يا سرور فؤادي ويا قرة عيني، بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند سيدتي فاطمة الزهراء. وعادت إلى المخيم فأخذت عمود خيمة وحملت على القوم وهي تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة،
خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة وضربت رجلين بالعمود فدعا لها الحسين عليه السلام وأمر بردها إلى المخيم فرجعت وكان للحسين عليه السلام غلام تركي اسمه سليمان فاستأذنه في القتال فأذن له فحمل على القوم وقتل جماعة كثيرة ثم وقع صريعا فاستغاث بالحسين عليه السلام فأتاه واعتنقه ففتح الغلام عينه ورأى الحسين عليه السلام فتبسم وأخذ يفتخر ويقول من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي ثم فاضت نفسه بين يدي الحسين عليه السلام ولم يزل أصحاب الحسين عليه السلام يسارعون إلى القتل بين يديه وكان الرجل بعد الرجل يأتي إلى الحسين عليه السلام ويقول السلام عليك يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين عليه السلام وعليك السلام ونحن خلفك ويقرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حتى قتلوا بأجمعهم رضوان الله عليهم ولما لم يبق مع الحسين عليه السلام إلا أهل بيته وهم ولد علي وولد جعفر وعقيل وولد الحسن والحسين صلوات الله عليهم اجتمعوا وجعل يودع بعضهم بعضا وعزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد ونفوس أبية وأول من تقدم علي بن الحسين الأكبر فأقبل مستأذنا من أبيه ثم حمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسر ويغوص في الأوساط حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وضج الناس من كثرة من قتل منهم ولما اشتد به العطاش رجع إلى أبيه الحسين عليه السلام قائلا يا أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء فأجابه الحسين عليه السلام قائلا قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً
فرجع علي الأكبر إلى الميدان وجعل يقاتل أعظم القتال، فأكثر القتل في صفوف الأعداء. فقال مرة بن منقذ العبدي: علي آثام العرب إن لم أثكل به أباه. فطعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه، ففلق هامته واعتنق علي الأكبر فرسه، فاحتمله إلى معسكر الأعداء فجعلوا يضربونه بأسيافهم، فهوى إلى الأرض مناديا: عليك مني السلام يا أبتاه، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك العجل العجل، فإن لك كأسا مذخورا. ثم شهق شهقة كانت فيها نفسه، وفارقت روح الدنيا. فأقبل الحسين عليه السلام إلى ولده مسرعا حتى وصل إليه، وضع خده على خده وهو يقول: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من كرب الدنيا ومحنها، وقد صرت إلى روح وريحان، وبقي أبوك وما أسرع لحوقه بك. ثم قال الحسين عليه السلام لفتيانه من بني هاشم: احملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه وجاءوا به إلى الفسطاط الذي يقاتلون أمامه، فخرجت زينب بنت علي عليهما السلام مسرعة، وخلفها النساء والأطفال وهي تنادي: يا حبيبا يا ابن أخيا. وانكبت عليه، فأقبل إليها الحسين عليه السلام وأخذ بيدها وردها إلى الفسطاط وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. علي راح قعد عنده وصفى جراحا، علي راح شاف والنبل شابك، علي راح علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح علي راح يبوي ظلمتي الدنيا، علي وخرج من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل، قاتل حتى قتل، ثم حمل آل أبي طالب حملة واحدة، فاعتورهم الناس وأحاطوا بهم، فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي،
لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. فجعلوا يقاتلون أشد القتال حتى قتل منهم جماعة رضوان الله عليهم، ولم يزل آل أبي طالب يتسابقون إلى القتال حتى وصلت النوبة إلى أولاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فخرج عبد الله الأكبر ابن الحسن عليه السلام فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه، وخرج القاسم ابن الحسن عليه السلام وهو غلام لم يبلغ الحلم، فأقبل إلى عمه يستأذنه في القتال، فنظر إليه الحسين عليه السلام ولم يملك نفسه دون أن ضمه إلى صدره وجعلا يبكيان، ثم أذن له فبرز إلى الميدان راجلا وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. بين أناس لا سقوا صوب المزن فقاتل مقاتلة الرجال والأبطال، وبينما هو يقاتل انقطع شسع نعله اليسرى، فقال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه فما ولى حتى ضرب رأس القاسم بالسيف، فوقع لوجهه وصاح: يا عما فأتاه الحسين عليه السلام مسرعا وقتل قاتله، ثم وقف عند رأسه وهو يفحص برجله في التراب، فقال: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. بك وناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هانلكم تخلوني وحدي وعلى خيمي يا عم الخيل تفتار. ثم حمله وكان صدره على صدر الحسين عليه السلام ورجلاه تخطان في الأرض، فجاء به إلى الخيمة ومدده مع ولده علي الأكبر والقتلى والشهداء من أهل بيته. ولما رأى العباس بن علي عليهما السلام كثرة القتلى في أهل بيته، قال لإخوته الثلاثة من أمه أم البنين وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وهم عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله. فقاتلوا بين يدي أبي الفاضل وأبلوا بلاء حسنا حتى قتلوا بأجمعهم رضوان الله عليهم. ثم جاء العباس إلى أخيه الحسين عليه السلام يستأذنه في القتال، فأمره أن يطلب الماء للأطفال،
فركب جواده وأخذ سيفه والقربة وقصد الفرات. وفي رواية السيد ابن طاووس ركب الحسين عليه السلام يريد الفرات وبين يديه أخوه العباس عليه السلام، فاقتطعه الأعداء عن أخيه وأحاطوا بالعباس ورموه بالنبال، فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم، فكشفهم عن وجهه وقتل عددا منهم ودخل الفرات مطمئنا. لكنه لما مد يده إلى الماء وتحسس برودته ذكر عطش أخيه الحسين عليه السلام ورمى الماء من يده وملأ القربة وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. ثم ركب جواده وتوجه نحو المخيم مسرعة، فقطع الأعداء عليه الطريق فجعل يصول في أوساطهم ويضرب فيهم بسيفه حتى أكثر القتلى فيهم، وكشفهم عن الطريق وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصالي تلقى، نفسي لسبت المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أخاف الشر يوم الملتقى. فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة وضربه على يمينه بالسيف فبراها، فقال العباس عليه السلام: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. وأخذ السيف بشماله وحمل على القوم كالأسد الغضبان، فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة أخرى وضربه على شماله فقطعها من الزند، فقال العباس عليه السلام: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم
فأصلهم يا رب حر النار، وجعل يسرع ليوصل الماء إلى المخيم. فلما نظر ابن سعد إلى شدة اهتمام العباس عليه السلام بالقربة صاح بالقوم: ويلكم ارشقوا القربة بالنابل، فوالله إن شرب الحسين من هذا الماء أفناكم عن آخركم. فأتته السهام كالمطار وأصابته في صدره، وسهم أصاب إحدى عينيه فأطفأها، وجمد الدم على عينه الأخرى فلم يبصر بها، وأصاب القربة سهم فأريق ماء وضربه لعين بعمود الحديد على رأسه، ففلق هامته وسقط إلى الأرض مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. عظم الله لك الأجر سيدي يا حسين. الفارس إذا سقط من فرسه يتلقى الأرض بيده، لكن إذا كانت يداه مقطوعتين والسهام في صدره فكيف يتلقى الأرض؟ فتاه الحسين عليه السلام مسرعا ففرق القوم عنه، وقتل منهم رجالا وجدل فرسانا، حتى إذا وصل إليه رآه مقطوع اليدين مفضوخ الهامة مطفأ العين مثخنا بالجراح، فأخذ رأسه الشريف في حجره وجعل يمسح الدم والتراب عنه وهو يقول: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري يا ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم. يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. ثم انحنى عليه واعتنقه وجعل يقبل مواضع السيوف من وجهه ونحره وصدره، ثم فاضت نفس العباس الشريفة ورأسه في حجر أخيه الحسين. فتركه الحسين عليه السلام في مكانه وقام عنه حزينا باكيا، ورجع إلى مخيمه. فاتته سكينة سألته عن عمها فنعاه إليها، فصاحت: وعماه وعباسا. فسمعتها زينب وصاحت: وأخاه وعباسا. وضيعتاه بعد
بعدك يا أبا الفضل. ولما قتل العباس عليه السلام التفت الحسين عليه السلام فلم يرى أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحي، وهو إذ ذاك يسمع عويل الأيام وصراخ اليتامى. عند ذلك نادى الحسين عليه السلام: هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في غاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل، وخرج علي بن الحسين زين العابدين، وكان مريضا لا يقدر على حمل سيفه، وأم كلثوم تنادي خلفه: يا بني ارجع. فقال: يا عمتاه، ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. فقال الحسين عليه السلام: يا أم كلثوم، خذيه ورديه، لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله. فأرجعته عليه السلام. ولما عزم الحسين عليه السلام على ملاقاة الحتوف، جاء ووقف بباب خيمة النساء مودعا لحرمه مخدرات الرسالة وعقائل النبوة، ونادى: يا زينب ويا أم كلثوم ويا فاطمة ويا سكينة، عليكن مني السلام. فنادته سكينة: يا أبا، استسلمت للموت؟ فقال عليه السلام: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ فقالت: ردنا إلى حرم جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عليه السلام: هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام. فبكت سكينة بكاء شديدا، فضمها الحسين عليه السلام إلى صدره ومسح دموعها بكمه وهو يقول: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء وإذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ثم
تقدم الإمام الحسين عليه السلام إلى باب الخيمة ودعا بابنه عبد الله الرضيع ليودعه، فأجلسه في حجره وأخذ يقبله ويقول: ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. فرماه حرملة ابن كاهل الأسد بسهم فذبحه وهو في حجر أبيه الحسين. فتلقى الحسين عليه السلام الدم بكفه ورمى به نحو السماء. عن الإمام الباقر عليه السلام: لم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. ثم قال الحسين عليه السلام: هون ما نزل بي أنه بعين الله. ثم إنه عليه السلام أمر عياله بالسكوت وودعهم. تقدم الحسين عليه السلام نحو القوم مصلتا سيفا عازما على الشهادة، فدعا الناس إلى المبارزة، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ثم حمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين ابن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قال بعض من حضر المعركة: فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه، أربط جأشا منه ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولم أرى قبله ولا بعده مثله، ولقد كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها فتنكشف بين يديه، ولقد كان يحمل فيهم فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر، ولم يثبت له أحد. ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. فعند ذلك صاح عمر بن سعد بقومه: الويل لكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، احملوا عليه من كل جانب. واستدعى شمر الفرسان فصاروا في ظهور الرجالة، وأمر الرماة أن يرموه فرشقوه بالسهام، وجاء الشمر في جماعة من أصحابه فحالوا بين الحسين عليه السلام وبين رحله وعياله،
فصاح بهم الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة لأبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال عليه السلام: أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال شمر: لك ذلك. ثم صاح بالقوم: إليكم عن حرم الرجل، فاقصدوه بنفسه، فلعمري لهو كفء كريم. فقصده القوم واشتد القتال، وجعل يحمل عليهم ويحملون عليه، وقد اشتد به العطش، وكلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه حتى أجلوه عنه. ثم إنه عليه السلام عاد إلى الخيمة وودع عياله وأهل بيته مرة أخرى، وأمرهم بالصبر، وقال لهم: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم من البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فصاح عمر بن سعد بقومه: ويحكم، اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم من ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب الخيام، وشك سهم بعض أزر النساء، فدهشنا وأرعبنا وصحنا، ودخلنا الخيمة وهن ينظرن إلى الحسين عليه السلام كيف يصنع. فحمل على القوم كالليث الغضبان، لا يلحق أحدا إلا ضربه بسيفه فقتله، أو طعنه برمحه فصرعه، والسهام تأخذه من كل جانب، وهو يتلقاها بصدره ونحره، ويقول: يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في عترته، أما إنكم لن تقتلوا بعدي عبدا من عباد الله، فتهابوا قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. وأيم الله، إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة، ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون، يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم، ثم يصب عليكم العذاب الأليم. ورجع عليه السلام إلى مركزه وهو يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرماه أبو الحتوف الجعفي بسهمان، وقع في جبهته الشريفة،
فنزعه وسالت الدماء على وجهه وكريمته فقال: اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. ثم لم يزل يقاتل حتى أصابته جراحات كثيرة، ولما ضعف عن القتال وقف ليستريح هنيها، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته الشريفة، فسالت الدماء على وجهه، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه وعيناه، إذ أتاه سهم محدد له ثلاث شعاب، وأصابه في صدره، فقال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجاه، فاندفع الدم من موضعه كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأ الدم رمى به نحو السماء وقال: هون ما نزل بي أنه بعين الله. فلم تسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. ثم وضع يده ثانيا، فلما امتلأ الدم خضب به رأسه ووجهه وقال: هكذا أكون مخضبا بدمي. حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأقول: يا جدي قتلني فلان وفلان. ولما أثخن بالجراح طعنه صالح بن وهب في خاصرته طعنا، فسقط بها عن فرسه إلى الأرض، وقع على خده الأيمن وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. السلام على الشيب الخضيب والخد التريب. فلبثوا هنيئا ثم عادوا إليه وأحاطوا به، فخرج عبد الله الأصغر بن الحسن الصبط عليه السلام وهو غلام لم يراهق، يشتد نحو عمي الحسين عليه السلام، فلحقته الحوراء وزينب لتحبسه، فأبى وامتنع امتناعا شديدا وقال: لا والله لا أفارق عمي. فأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين،
فصاح الغلام: ويلك يا ابن الخبيث تقتل عمي. وتلقى ضربة السيف بيده فقطعت وظلت معلقة بالجلد. فصاح الغلام: يا عماه. فأخذه الحسين وضمه إلى صدره وقال: يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. فرماه حرملة بن كاهل بسهم وذبحه وهو في حجر عمه الحسين. فرفع الإمام يديه إلى السماء وقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. قالوا: ومكث الحسين عليه السلام طويلا من النهار مطروحا على وجه الأرض وهو مغشي عليه، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على الأخرى وتكره الإقدام. فعندها صاح شمر في الناس: ويحكم، ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته السهام والرماح؟ احملوا عليه، اقتلوه، ثكلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، فضربه لعين على كتفه الأيسر، وضربه آخر على عاتقه الشريف، وطعنه سنان بالرمح في ترقوته، ثم انتزع الرمح وطعنه في بواني صدره، ثم رماه بسهم وقع في نحره، فنزع السهم من نحره وقرن كفيه جميعا، فلما امتلأتا من دمائه خضب بهما رأسه ولحيته وهو يقول: هكذا ألقى الله مخضبا بدمي مغصوبا علي حقي. قال بعض من حضر المعركة: كنت واقفا نحو الحسين عليه السلام وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن وجهان ولا أنور منه. ولقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله. ثم رفع الحسين عليه السلام طرفه إلى السماء ودعا الله تعالى، ومما قال: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك، صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك. ويصفه إمامنا المهدي عليه السلام في زيارة الناحية قائلا: فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح،
ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطوك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. قالوا: أقبل فرس الحسين عليه السلام يدور حوله ويمرغ عرفه وناصيته بدمه، ويشمه ويصهل صهيلا عاليا، وأقبل نحو المخيم. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجه عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرع الحسين مبادرا. أعظم الله أجوركم، وكأني بسكينة بنت الحسين لما سمعت صهيل الجواد تسرع إلى باب الخيمة، وإذا بها ترى الجواد مخضبا بدماء أبيها، وبكت سكنا ونادت بالمذلة: يا عما يا زينب يا عما المهر حط بالقلب علة. طلعت صارخة زينب تقل: يا مهر حسين وين حسين الآخر، يا مهر حسين وين حسين قلي، أشوفك جيتني تصهل بذلي، اخلاف حسين قلي وين ولي، ومالك روعت قلبي يا مقدار. قالوا: خرجت زينب عليها السلام ومن خلفها النساء والأرامل واليتامى إلى أرض المعركة، وهي تنادي: ومحمدا وعليا وجعفرا وحمزة وسيدا، هذا حسين بالعراء صريع كربلا، ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السيل، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء
بيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. وانتهت زينب عليه السلام نحو الحسين وهو يجود بنفسه فصاحت بعمر بن سعد وكان قد دنا من الحسين: أي عمر ويحك، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها. عند ذلك صاحت زينب: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجب أحد. ثم صاح ابن سعد بالناس: ويحكم، انزلوا إليه فأريحوا. فنزل إليه شمر بن ذي الجوشن لعنه الله، وجاء في زيارة الناحية والشمر جالس على صدرك مولغ سيفه على نحرك قابضا على شيبتك ذابح لك ببهند قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة الأجر يا أمير المؤمنين. أعظم الله لك الأجر مولاتي يا زهراء. أعظم الله لك الأجر سيدي يا حسن. أعظم الله لكم الأجر يا أئمتي مولاي يا صاحب الزمان. أيها الطالب بدم المقتول بكربلاء لك العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، صل على محمد وآل محمد. اللهم
اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا مماتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. عجل فرج مهدي آل محمد، وامنن علينا برضاه، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه، واحفظ مراجعنا العظام لا سيما إمامنا الخامنئي، واحفظ أميننا العام السيد حسن نصر الله، انصر مجاهدي جبهة المقاومة، أهلك أمريكا وإسرائيل وكل الأعداء، من على أسرانا بالخلاص، وعلى جرحانا بالعافية، وعلى مرضانا بالشفاء، وعلى أصحاب الحوائج بقضاء حوائجهم. بلغ روح إمامنا الخميني وأرواح شهدائنا لا سيما السيد عباس والشيخ راغب والحج عماد والسيد مصطفى والشهداء القادة والشهداء الاستشهادين ومفقودي الأثار والشهداء على طريق القدس. بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة مع الصلوات.